السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الموعد المتجدد من استوديو اليرموك. في حلقتنا لهذا المساء سنواصل الحديث والحوار والتحليل عن آخر المستجدات المحلية، وأيضا ما يتاح لنا من الحديث في بعض القضايا الإقليمية والعالمية. محليا ما زال يعني نقاشات النواب لبيان حكومة الرزاز هي المسيطر وهي الحدث الأبرز، خاصة في ظل أنه يعني بين يعني مجموعة كلمات النواب الروتينية التقليدية اللي تعاني من ركاكة كبيرة في اللغة العربية وفي أسلوب الخطاب وفي المعلومات المقدمة وفي يعني الملل الذي ربما يصاحب من يتابع بعض الكلمات، ولكن إلا يطلع لك بين يعني كل يعني ثلاثة أربعة كلمة قوية أو لافتة على بأي شكل من الأشكال. وهذا كان يحدث من بداية النقاشات، المتوقع أنه غدا سيكون نهايتها والتصويت على الثقة. طبعا الكلمات بشكل عام ما بتعطي دلالة، لأنه معظم انتقاد وهذه الانتقادات تاريخيا موجودة للحكومات فيما يتعلق بأنه انتقاد في النقاش ثم تصويت بالثقة عند مرحلة التصويت. لكن هذه المرة في مرحلة الرزاز عم نشوف في ناس أعلنوا وحكينا عن هذا الموضوع، عن حجب الثقة من تاريخيا يعطوا الثقة للحكومات، أثار علامات استفهام. الآن يعني احنا أمام ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول مفاده بأن النواب بعد كل هذه النقاشات وبعد كل هذه المطالب سيبدأ التصويت ليعطوا ثقة مريحة نوعا ما لعمر الرزاز، وبالتالي ما في أي مفاجأة، وبالتالي يبدأ العمل الحكومي بعد انتهاء الدورة الاستثنائية، لأن الدورة الاستثنائية فقط مقتصرة على التصويت للثقة للحكومة. وبالتالي يعني هنا رح يبدأ عمر الرزاز بالعمل بتنفيذ برنامجه وبيانه الوزاري الذي قدمه بكل سلاسة. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وهو طرح الثقة بعمر الرزاز بسابقة سياسية تاريخية. ليه؟ لأن هنالك واضح أن هنالك بعض القوى داخل مراكز صنع القرار تسعى لإفشال عمر الرزاز لأسباب كثيرة، وفي جزء منها في تقاطع بالمصالح فيها. من ضمن ذلك أن الرزاز أتى من خارج الإطار التقليدي لرؤساء الوزراء بعيدا عن التيار المحافظ المسيطر، أو حتى يعني التيار المعروف كان محسوب على باسم عبد الله بشكل مباشر. صحيح أن عمر الرزاز أقرب له التيار الليبرالي العلماني، مع أنه في لقائه مع كتلة الإصلاح دكتور عمر الرزاز لقاء الثاني بين لهم أنه هو شخص مش علماني. ما تقول لي أنه أنا علماني في موضوع فصل الدين عن الحكم، أنا مش هيك. عمر الرزاز يقول ذلك، وما قالش عن حاله إخوان مسلمين ولا قال عن حاله حزب التحرير ولا غيره، بس قال أنا مش علماني، أنا ما لا أؤمن بهذا الموضوع أنه لازم نفصل الدين عن الدولة. وواضح أنه هو رجل مثقف ومطلع على الأدبيات بتنوعها، وجزء منها ربما يكون الإسلامي. حتى بكلمات النواب هنالك إشادات وتذكير دائم بوالد عمر الرزاز منيف الرزاز كمفكر وكمؤلف وكيعني مقاوم، وتحدث عن تحرير فلسطين، وكان يعني يؤدي دور معارض أكثر من أنه دور يعني رسمي. وهذا التذكير ليشعر عمر الرزاز بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه أن التاريخ سيكتب عنه كما كتب عن والده سيكتب عنه. والآن الفرصة أمام الرزاز لأن يختار كيف يريد أن يكتب عنه في تاريخ الأردن. هل يراد أن يكتب عنه أنه مر رئيس وزراء زي ما مر كل رؤساء الوزراء السابقين وزاد الويلات وزاد المصائب ورفع الضرائب، والله أعلم شو عمل من كوارث في الأردن كما عمل رؤساء الوزراء السابقين من رفع للمديونية والعجز وسوء الخدمات وكذا كذا وكذا، أو أنه هو بده يخط صفحة جديدة، صفحة جديدة في تاريخ الأردن، بده وحدة جديدة بعيدا عن وحدة مآسي رؤساء وزراء الأردن، يكون له فصل خاص في تاريخ الأردن اسمه العهد الذهبي لعمر الرزاز.
عهد النهضة، عهد العقد الاجتماعي الجديد، عهد التطور، عهد التقدم، عهد الانطلاقة القوية، عهد الاستدارة من ووقف الانهيار للبدء ببناء مرحلة جديدة. هذا يفترض أن يكون من أحلام الرزاز وأن يسعى له بما أوتي من قوة. امبارح طبعا هذول السيناريوهين المتوقعات، في سيناريو في حال تم طرح الثقة برضو بيطلع لنا سيناريوهين، إما أنه يأتي رئيس وزراء آخر ويتم تشكيل حكومة جديدة وكذا وكذا، أنا أستبعده تماما هذا الخيار. هنالك خيار بأنه يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرزاز ولكن بتشكيل جديد، وأنا أستبعد هذا الخيار. الخيار المتاح إذا كان الرزاز أخذ ثقة مريحة انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، وهذا يعني بداية لزي ما حكينا عمل لتطبيق البيان الوزاري برؤية الرزاز. إذا هذا الخيار إضافي أخذ الرزاز ثقة بفارق صوتين، يعني بتكون مدروسة وملعوبة، هذا معناته أنه الرزاز ابتداء من ثاني يوم بده يفكر بتعديل وزاري يخرج منه وزراء اللي وصفه بوزراء التأزيم، لأنه هو ثقته يعني مقلقزة. بأي لحظة من اللحظات ممكن 10 نواب يطلبوا تصويت جديد للثقة على الحكومة بعد الدورة العادية القادمة ويتم إسقاط الحكومة، وبالتالي ما استفاد الشيء الرزاز، وهذا له دلالاته. إذا أخذ فرق صوتين لحد خمسة، يعني خلينا نحكي ثقة على الحافة، هذا له دلالة أنه هنالك من مؤسسات الدولة من يحارب الرزاز، من يريد إفشاله، بالإضافة لأنه هنالك توجهات أخرى معارضة للرزاز وجدت بأنه تشكيلته مش مقنعة، ما تم إقناعهم في البيان الوزاري بوعوده بالعمل بأنه في تغيير في النهج كذا كذا كذا، كل واحد رح يكون له سبب معين، تتقاطع هذه الأسباب وتتجمع إلى أنه الرزاز يأخذ هذه الثقة الهشة اللي بناء عليها لابد من أن يحدث تغييرا سريعا في تشكيلته الحكومية، وهذا رح يكون له ثمنه. والثمن هذا أنا أعتقد أنه هو أفضل سيناريو للمواطن الأردني، هو هذا السيناريو، لأنه الآن في ظل المعطيات الداخلية والخارجية إذا تم إسقاط الرزاز وطرح الثقة فيه، وهو خيار أصلا مش محتمل يعني بنسب بسيطة وضئيلة جدا فقط، لأنه تاريخ الأردن بيتحدث وبيقول هذا معناته أنه مين بده يجي بدل الرزاز، في ظل أنه ما توفرت الإرادة السياسية لإحداث حكومة إنقاذ وطني، تغيير في النهج بآلية اختيار الرؤساء الحكومات، هو أفضل آلية أن يختار النواب رئيس الحكومة ويتم إعاز ملكي بعد ذلك بإرادة ملكية لتشكيل الحكومة بعد أن يقرر النواب، ولكن ثقة النواب الناس بالنواب أصلا هلأ منعدمة، ومجلس النواب لا يحظى بهذه الثقة لأسباب كثيرة ومتعددة كنا نحكي عنها دائما. إذن ما في خيار، أفضل شيء أن يبقى الرزاز ولكن بثقة متواضعة لكي يبقى متذكر أنه أنا يعني وضعي صعب، وبالتالي علي أن أحدث تغييرات وتعديلات، وأن تكون هذه التعديلات إيجابية، مش عشان يرضي بعض الجهات الضاغطة التي تعاند وتكره شيء اسمه إصلاح يروح يعني يتخلى عن ولايته العامة. الأساس بنجاح الرزاز، تزداد نسب نجاح الرزاز في الحكومة كل ما ازدادت ولايته العامة، كل ما ازدادت سيطرته الحقيقية كرئيس للحكومة مسؤول عن كل المؤسسات في الأردن وفق الدستور الأردني. وهذا ما قاله وفحوى كلمة كتلة الإصلاح التي ألقاها رئيسها دكتور عبدالله العكايلة بمحاضرة سياسية عميقة لن تتكرر، مع الاحترام الشديد لكل النواب، لأن القدرات التي يملكها الدكتور العكايلة والتي ساعدته من كوادر كتلة الإصلاح لا أعتقد أنها تتوفر أصلا في مجلس النواب. هذا مش كلامي وإنما كلام النواب أنفسهم، ما حدا يعني بيقدر يناقش في هذا الموضوع ولا حدا بيقدر يجاري الدكتور عبدالله العكايلة مين مكان يكون، مع الاحترام مهما كانت خبرته ومهما كان شأنه. دكتور عبدالله العكايلة سوبر ستار وزعيم حقيقة، زعيم في مجلس النواب، يفترض أن يتم الاستفادة منه أكثر من أن تستفيد منه فقط كتلة الإصلاح. البلد كله بحاجة للدكتور عبدالله العكايلة وأمثاله، وهم موجودون سواء إذا كانوا في البرلمان أو خارج البرلمان. ولكن مواصفات عبدالله العكايلة كانت خاصة بنص ساعة بتحدث فيها باسم كتلة الإصلاح
ببيان طبعا ما بتحدث من ورقة وبقرأ، هذه من يعني تحسب له طبعا نص ساعة، وهو لديه رؤوس أقلام يتحدث بمحاضرة في تاريخ الأردن السياسي، وعندما كان للحكومات ولاية عامة حقيقية وصلاحيات حقيقية، كان يتحدث فيها رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأعضاء الطاقم الوزاري مع مين مكان، بما في ذلك جلالة الملك، مش الملك عبد الله الثاني وإنما كل ملوك الأردن، وتحدث بأمثلة عن أن يعني الملك كان يريد سلفة، كان هنالك مش حاضر سيدي وجلال سيدنا بده سلفة وقع، لا في نقاش في الموضوع لأنه هذا مال عام وبدنا مخرج قانوني ودستوري لهذا الموضوع، حتى ولو كانت سلفة لشراء حطب عشان يتدفع عليه الملك وعائلته، الملك عبد الله الأول، عشان سلفة حطب ما تم صرفها بشكل مباشر خارج الموازنة من رئيس الحكومة ولا من وزير المالية ولا من مكتب المركز ولا غيره. بقول لك في إجراءات ويتطلب هذا الإجراء أن يكون هنالك ملحق للموازنة العامة يتم بناء عليه صرف هذا المبلغ، لأنه مش من المخصصات، مش مرصود في الموازنة مخصصات للملك وعائلته بقيمة 300 ألف في ذلك الوقت عشان يتدفى في فصل الشتاء. هذه قصة رواها وقارنها الدكتور عبد الله عكايلة بما اعترف وذكره هاني الملقي، مش حدا معارض يعني، هاني الملقي اللي قال انه 1,300,000,000 تم صرفها من الحكومة السابقة حكومة عبد الله نصور خارج إطار الموازنة العامة، 1,300,000,000 مش معروفة انه صرفت اصلا. هناك بقول لك 300,000 طلبها الملك لسبب واضح لم يتم صرفها الا بال إجراءات القانونية وبعد أن أخذت المدة القانونية اللازمة. وطبعا ذكر أمثلة أخرى كيف أن وزير الداخلية لم يوافق بأن يقوم الراحل الملك الحسين بإصدار عفو عام بمبادرة منه، قال له لا سيد، إذا بدنا نعمل عفو عام في إجراءات، وهذه الإجراءات تبدأ مني أنا كوزير داخلية وبنسب لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بيعرضها على جلالتك للإرادة الملكية السامية، بس مش تبدأ منك. إذن كان هنالك من يتحدث ويناقش حتى الملك في أمور الدستور في أمور القانون، واللي الملك يلتزم به بطبيعة الحال كونه هو العقد الاجتماعي الناظم للعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم في الأردن، هذا كله يحسب للأردن، كله يحسب للوطن في تاريخ الأردن. ولكن الآن الحديثين في عالم السياسة واللي يمكن ينزعجوا حتى من كلامي الحالي اللي انا استشهد فيه بمقاله دكتور عبد الله عكايله، انا ما عندي معلوماته ولا عندي خبرته ولا عندي معرفته في تاريخ الاردن، لكن انقل عنه، يمكن ينزعجوا من هذا الكلام ويعتقدوا انه هذا فيه كلام معارض وكذا، هذا 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 هو قمه الوطنيه، وخاصه انه احنا نعتز في تاريخ بلدنا، والحديثين في عالم السياسه اللي هم لا يفهموا شيء الا في اطار النفاق واطار التسحيج، كما قال امبارح احد النواب اللي يعني قال لك احنا بدنا يفترض على كل المواطنين الاردنيين الراتب اللي بتاخذه اخر الشهر تعطي ثلثه للقياده. ليه؟ لانه القياده رضيت انها تقودك ورضيت انها تحكمك، بدك تعطيها ثلث راتبك. يعني نفاق حقيقه وتسحيج لم يسبق له، يعني لم نسمع عنه حتى يعني في دول عربية وصلت فيها المواصيل، وحتى في تاريخ الإنسانية، يعني تذكر في تاريخ الإنسانية كيف هي أمثلة النفاق يعني من يريد أن يحصل على مكسب معين أو يعني يسجل موقف لصالح السلطان لصالح القائد، من أمثلة تذكر من تاريخ الإنسانية ومن ضمنها مثال هذا النائب شتان وهم من نفس الدائرة الانتخابية، سبحان الله، الدكتور العكايلة وهذا النائب. ما علينا، اليوم كان في بعض الكلمات أثارت جدلا، ومن ضمنها يعني كلمة لنائب أصلا هو مثير للجدل الحقيقة، وتحدث فيها أيضا بوصف أنه كان سقوف عالية، وتحدث فيها عن يعني شخص الملك والملكة، وبالتالي كان هنالك طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بإحالة هذا النائب للجنة السلوك.
النيابية لأنه يعني مس بمقام صاحب الجلالة، ولأنه يعني تحدث ب يعني أمر حسب يعني كلام رئيس مجلس النواب أنه مخالف للقانون وللدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب وكذا وكذا وكذا. أنا هنا ما بعرف ب يعني التفصيل القانوني أنه هل هذا الكلام يعني بدأ يعني خلينا نحكي أصله قانونيا ودستوريا، هل يجوز للنائب أن يتحدث بما تحدث به أو لا يجوز؟ الفقهاء الدستوريين والقانونيين يمكن يتحدثوا بالموضوع، هل يجوز أيضا إحالته لجنة السلوك في ظل دورة استثنائية؟ ما هو تعريف الحصانة بالنسبة للنائب؟ وهل يعني النقاش الذي يدور تحت قبة البرلمان تشمل الحصانة التي نصت عليها القوانين في حال تجاوز سقوف معينة؟ هذه كلها أسئلة وتساؤلات ربما نطرحها على المعنيين والمختصين القانونيين والدستوريين في هذا الإطار. ولكن كان لافت كلمة أخرى لأحد النواب من محافظة الزرقاء، يعني هذا النائب طالب بمطلب يدل على، أنا ما بدي أحكي تآمر لأنه هو المطلب هو عبارة عن مؤامرة، أكبر مؤامرة يواجهها الأردن وتواجهها فلسطين فيما يتعلق بالوطن البديل. كان يروج للوطن البديل مبكرا، ولكن أنا ما بدي أحكي إنه هذه، ولكن هي عبارة عن أيضا جهل في المعلومة حقيقي عندما يطالب بضم الضفة الغربية إلى الأردن. وهذا المطلب يعني سعادة النائب للأسف الشديد، يعني أنا بدي أرجح أنه لا يعلم وأنه لا ينفذ هذه الأجندة، لكنه لا يعلم أنها ضمن أجندة ومخططات الكيان الصهيوني. حزب الليكود هذا شعاره ضم الأردن، ضم الضفة الغربية للأردن، وخلصنا من قصة الضفة وخلصنا من الدولة الفلسطينية وانتهى الموضوع. حزب الليكود طالب فيه وحزب العمل، ويعني هذا هو جوهر ما يشاع وما يتم الحديث عنه فيما يتعلق بصفقة القرن، ضم الضفة للأردن وانتهى مشروع الدولة الفلسطينية. وهنالك فرق عشان برضو ما حدا يفهم انه هذا معناته انه يعني انت ضد الوحدة مع فلسطين او ضد الوحدة مع هذا كلام منفصل. المطلب الان مش وحدة الضفة مع الاردن وضمها، وانما المطلب الان الوطني الفلسطيني والاردني والقومي والديني والانساني ان تتحرر فلسطين قبل ما نضم اللي هي اشلاء الضفة الغربية 18% من ارض فلسطين. احنا بدنا تتحرر الضفة الغربية اولا، ثم بعد ذلك بعد ان تتحرر يطرح هذا الموضوع للشعبين الاردني والفلسطيني لكي يقرروا بدكم وحدة، بدكم ما يعرف بالكونفدرالية ولا فدرالية ولا غيره. ولكن هذا كله لا يتم الحديث عنه الا بعد تحرير الارض. قبل تحرير الارض فيه تفريط بالارض وتفريط بالمقدسات وتفريط ب القضية الفلسطينية، وبالتالي هذه تعتبر دعوة مشبوهة. أنا أعتقد أن سعادة النائب لم يقصد التآمر بقصد ما أن هو يعني حب يحكي كلام كبير، بس هو بعيد عن هذا الكلام ويعني بعيد عن تفاصيله وعن إدراكه وعن تحليله. مع الاحترام لشخصه، ولكن احنا ننتقد يعني الأداء والكلمات للنواب كما هي للحكومة وغيره. على كل حال كان لافت خلال الأيام الماضية بعض تفخيخ الحكومة، وكأنه هنالك جهات معينة تريد أن تؤزم الحكومة حتى وهي في مرحلة صعبة جدا، لأن هي زي مرحلة الخاطب اللي بيروح عند النسايب بده يبين كل شيء حلو عنده، مش معقول يروح يطلع عيوبه بفترة الخطبة ولا بتفرط، ومش معقول يطلعوا عيوب الحكومة ونواياها السيئة بفترة الثقة، لأنه ببساطة بتفرط ويتم حجب الثقة عنها بسهولة. لما نسمع عن الخبز، انتهينا من ملف الخبز وتحرير أسعاره والدعم، طبعا هذا الكلام اللي طبقته حكومة هاني الملقي، لنصل الآن إلى كتاب من وزارة الصناعة والتجارة بتحرير أسعار خبز الحمام والكعك، كعك وشاي، تسلاية الأردنيين البسيطة، وخبز الحمام خاصة للأولاد الصغار بيحبوا خبز الحمام، للسندويشات، المطاعم اللي بتعمل بالخبز الحمام، هذا كله بده يرتفع بناء على توصيات حكومية. معقول؟ طب احنا بصدد هسه موضوع أسعار ورفع أسعار،
الكتاب رح نعرضه أمامكم على الشاشة اللي بتشوفوه، وهو صادر من يعني وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري، اللي هو دخل بالتشكيل الجديد، يعني أول مرة بيصير وزير، للسيد مدير مراقبة الأسواق والتموين والسيد مدير صناعة وتجارة والتموين اللي شايفينه على يمينكم. الموضوع السقوف السعرية، وبيحكي لك استنادا للصلاحيات اللي كذا وكذا وكذا، قررت إلغاء السقوف السعرية لخبز الحمام وأصناف الكعك المسعرة. يعني بطل في سقف، كانت وزارة الصناعة والتجارة هي تحط السقوف للمخابز اللي عليهم أن لا يتجاوزوها، وبالتالي هذا ضبط للأسعار. الآن إحنا بدنا نحرر إلغاء هذه السقوف. بعدين شوفوا يعني والله إشي بيضحك، شوفوا التكملة بآخر آخر سطر: مع تكثيف الرقابة على جميع المخابز والتأكد من التزامها بإيش؟ بالأسعار المعلنة من قبلها. يعني إحنا يا مخابز حرروا الأسعار، زيدوا قد ما بدكم أسعار إيش؟ الخبز الحمام والكعك، تمام؟ بعد ما تزيدوا الأسعار إحنا رح نراقبكم. يعني زيدوا الأسعار وحطوا السعر اللي بدكم إياه، زيدوا الأسعار وحطوا السعر اللي بدكم إياه يا مخابز، بعدين بيجي دورنا كحكومة وكوزارة صناعة وتجارة بالرقابة عليكم إنكم التزمتوا بالسعر اللي أنتوا حطيتوا. يعني ما هو حطه، يعني ليش ما يلتزم فيه؟ غريب. هذا هو الكتاب الحقيقة اللي كان من وزارة الصناعة والتجارة، والآن في هذه المرحلة غريب وغريب جدا. أيضا في موضوع وفي إطار آخر يمكن ما لهش علاقة مباشرة مع الثقة ومع وضع الحكومة الحالي، طلع لنا يعني اتفاقية وأثارت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وجدل ساخر. اتفاقية ما بين مديرية الأمن العام التي نجل ونحترم ونقدر دورها على كل المستويات مع وزارة المياه، اللي أثار جدل كبير بأنه يعني اللي بده يبيع سيارته راح يتم حجز السيارة إذا كان صاحب السيارة اللي باسمه يعني عليه فواتير مي، وهذا من إنجازات الحكومة الإلكترونية والربط الإلكتروني ما بين المؤسسات وغيره. أنا أعتقد أنه يعني فكرة هذا الاتفاقية لم تكن موفقة أبدا، وأن كان فيها إساءة للمؤسسات إجبارية من الناس اللي ضجوا بالسخرية من مثل هذه الاتفاقية. طلعت بعدين تبريرات وكتب من الأمن العام ومن وزارة المياه، أعتقد أنها غير مقنعة للأسباب. أنت بتقول لي أنه اتفاقية، أولا أنه هذه ما بتأثر على المخالفة، يعني مش معناته إذا تخالفت، إذا وقفك الشرطة السير وبدو يخالفك بدو يسألك وين فاتورة المي. طبعا هاي طلعت ساخرة من الناس، لأنه يعني كمان شوي بتعملوها إنه والله لا، انتم فاهمين الموضوع غلط، هذا الموضوع بس بيقتصر على موضوع البيع، لما تبيع السيارة بطلبوا منك إن تكون مسدد فواتير المي. بعدين طلع لك بيان آخر إنه هذا الموضوع موجود من زمان، بس إحنا فعلنا بس الربط الإلكتروني لأنه كان أصلا زمان ورقي وكذا كذا. هذا الكلام كله مش مقبول، مش معقول، لأنه الوضع لو أنه الوضع طبيعي، لو هذا اللي صار والله بسويسرا، صار بالدنمارك، ولا صار بدولة مرفهة شعبها مش سائل وما عنده مشاكل وتحديات مع الحكومة وفقدان ثقة وحديث عن جباية وغيره، عادي بيمشي ونقتنع يعني والله هذا إيجابي وفي ربط الإلكتروني وترى وكذا كذا كذا. ولكن الآن مش ما بتمشي على الشعب الأردني، إنه كل الإنجازات اللي بتنعمل هي بس لتحقيق جباية أكبر ولتحصيل أموال أكثر. إحنا بنكون سعيدين جدا يا وزارة المياه ولا أمن عام ولا مين مكان المؤسسات لو يتم حقيقة مراقبة كل من يسرق مياه الأردن، اللي إحنا بنحكي عن حالنا ثاني أفقر دولة في مصادر المياه على مستوى الكرة الأرضية. طب وسرقة المي اللي بتصير والمزارع المعروفة أماكنها ومواقعها والمتنفذين اللي بيدفعوش مي، واللي ما بدي أحكي كلام مني من ينال فرحات، ولا بدي أحكي كلام من أحزاب ولا من جهات معارضة، لا بدي أحكي كلام وزير المياه حازم الناصر اللي كان مع الملقي وقعد سنين وزير للمياه وعملنا إنجاز في المحاكم الدولية يحسب له، تحدثنا عنه في هذا البرنامج وتواصلنا مع الدكتور عمر الجازي محامي للحديث عن الإنجاز والانتصار اللي حققه،
ولكن نحكي عن حازم الناصر كان يقول وأنا وزير كان يحكي معي نواب ووزراء يضغطوا علي لما نمسك واحد حرامي سارق مي عشان يطلعوه براءة وما يرفق وما يتم إحالته للمحاكم. يحكوا معاه واسطات من مين؟ من نواب ووزراء وشخصيات كبيرة في الدولة. هذا الحكى هذا الوزير السابق. طب أنا بدل ما يعني أروح أفعل هيبة الدولة وسيادة الدولة بإلقاء القبض على هؤلاء وإجبارهم على دفع الأموال المترتبة عليهم ومصادرة أموالهم، ومن ذلك أنا بقدر أحصل الأموال اللي بدي إياها كدولة، بدل ما أفرض الضرائب على المواطنين بشكل عام أنا بفرضها فقط على اللي بيتهرب، وبدل ما أنا كأمن عام في كثير إنجازات تحسب لهذه المديرية بطبيعة الحال، والكارثة الكبرى اللي أنا بحكي عنها إنه إحنا دخلنا الناس إنها تسخر من اتفاقية وجزء منها الأمن العام. هذه المؤسسة المقدسة، هذه المؤسسة إحنا نحافظ عليها، هي اللي هي إلها المساهمة الأكبر في حفظ أمن هذا الوطن اللي هو أكثر ما نعتز به، وجهود النشام الساهرين 24 ساعة مش ممكن إيفاءها من الناس، ومش ممكن إيفاء حق كل هؤلاء المرتبات الحقيقة اللي بيضحوا بأنفسهم بأرواحهم. مكافحة المخدرات على سبيل المثال اللي هو سمعنا عن أكثر من حالة استشهد فيها مرتبات مكافحة المخدرات، ليه؟ عشان يحمي شخص ما بيعرفه، لأنه في تاجر مخدرات بده يضر أبناء الوطن وبنات هذا الوطن، بروح بضحي بحياته عشان يحمي الوطن من تجار مخدرات. إذن هؤلاء يعني مؤسسة يفترض أن تبقى في مكانة مرموقة الحقيقة، ولكن للأسف يعني أعتقد أنه لم يتم التوفيق في الإعلان عن هذه الاتفاقية. وأنا بدي أحكيها بصراحة، إدارة السير كل احترام والتقدير، ولكن حملة الموبايلات والمخالفة اللي بيحكي موبايل بالسيارة، أنا بتفهم هذه الحملة بأنه إحنا نعطي دراسة ونقول أنه والله عدد الحوادث في الأردن كذا وكذا، وهي حوادث كثيرة وفيها خسائر بأعداد كبيرة وكأننا نخوض حروب، وبناء على الحوادث وبناء على الكروكات اللي بنعملها تبين انه نسبة كذا وكذا من هذه الحوادث سببها استخدام الهاتف النقال في السيارة، وبناء عليه احنا بنعمل الحملة عشان نحد من حوادث السير ونبين للناس انه هذه فيه خطورة وفيه حوادث. انا بقتنع 100%، ولكن انت تخالف غيابي، انا قاعد بحكي بالموبايل بالسيارة والشرطي قاعد بسجل وخالفني وانا ولا بدرة، وبيرجع شرطي ثاني خالفني وبتخالف 10-20 مخالفة ما بدرى عنهم الا لما اروح على الترخيص بلاقي علي 200 دينار وبكتب بصير الواحد ما بيخلي، معروف يعني اسوأ شعور هو شعور مخالفة، وشعور المواطن اللي هو بده يدفع 200 دينار بالنهاية حرم نفسه وحرم عياله وحرم يعني كثير من الرفاهيات، مش الرفاهيات وانما الامور الاساسية اللي كان ممكن ينفقها على نفسه وعلى عياله راح انفقها هيك بيعرفش لمين، راحت للدولة مخالفات عشان موبايل. طب بالعكس يعني انا اذا بدي اقتنع انها مش جباية على الاقل ما يكون في مخالفات غيابية، بدك توقفني وتقول لي انت يا عمو بتحكي قاعد الان في الموبايل هذه مخالفة بتمنى ما تعيدها كذا كذا، هذه مخالفة فكرتها مش جني الاموال منك والجباية وانما عشان تتذكر دائما انك ما ترجع تحكي من موبايل، على عيني وراسي كل الاحترام، ولكن مش هذا اللي بيصير. عشان هيك احنا دائما نوايانا مش سلبية اتجاه المؤسسات الحكومية، وإنما الواقع بقولنا أنه كل شيء بيصير هو عبارة عن جباية والحصول على مال أكثر من المواطن. ما علينا من كل ذلك، خلينا نأخذ وقفة قصيرة ومن بعدها ندخل لمجموعة من الملفات ونتواصل مع مجموعة من المختصين والخبراء، فتفضلوا بالبقاء معنا.